وأنت تتجول في المنطقة الغربية من سكيكدا، يشد انتباهك كثرة الوديان والمياه المنبعثة من الجبال والمتدفقة من الصخور وصهاريج بيع المياه من مختلف الولايات. مرحبا بكم في قرية البطحاء، تابعة لحجر مفروش، دائرة عين قشرة، معروفة بالينابيع الصالحة للشرب. هذه الثروة المائية تعد مصدر رزق للكثير من شباب المنطقة، حيث يعملون على ملء صهاريج بالمياه ونقلها عبر شاحناتهم وبيعه لمن هم بحاجة إليه. يجيو لهنا يشريو القطرة تاع الماء ويديو بها ويسترزقوا على ربي. ما عندناش مشكل مع الماء هذا، الله يبارك بها مليحة وبلاصة معروفة. يجيو من كل بلاصة، قسمطينة ومبواقي، كل بلاصة يجيو. يعني في 8 سنين ونص درك لهنا نخدم فيها. حاجة مليحة، مش حاجة مفروش معروف ومقصود والناس كل تعرفه. أنا بصفتي سائق شاحنة راني نسترزق من هذا الماء. منطقة معروفة بالمياه الينابيع، كثرة الماء الينابيع صالحة للشرب. من جبال حجر مفروش إلى قنواع ومن القل إلى جبال سيدي إدريس، تتعدد المصبات وتختلف التسميات، لكن لا اختلاف على جودة مياه جبال سكيكدا قاطبة.